يا محمد حتى أفرسان أبيض من هنا. أوه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. النهاردة إن شاء الله تعالى السبت نقول لكم الأسعار، والأسعار مولعة نار. ده ماشي الأسعار، والأسعار مولعة نار وربنا يسترها. اللهم آمين يا رب. ده أبيض فرز ديوك بعشرة جنيه ونص، أبيض فرز ديوك بعشرة جنيه ونص، بعشرة ونص يا جماعة. البيور بحداشر جنيه، ده رومي أسمر بعشرين جنيه، رومي أسمر عشرين جنيه، ده بلدي بخمسة ونص، فراخ بلدي بخمسة ونص، بط مشرط أو مولد أو مولر عامل 16 جنيه. للأسف البط رفع جامد يا جماعة النهاردة، رفع جامد أوي 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 النهاردة ب 16 جنيه، والمسكوف زي ب 16 جنيه، ب 16 جنيه المسكوف، الساسو ب 6 جنيه، الساسو ب 6 جنيه، ده بط بلدي فرنساوي، بط بلدي فرنساوي، أهو بط بلدي فرنساوي، أهو عامل 10 جنيه. بط بلدي فرنساوي عامل 10 جنيه، وده بط بيور الماني عامل 11 جنيه، بطه بتيجي شهرين وبتجيب 4 كيلو، بط بيور الماني، وده البلدي فرنساوي، وده الساس زي ما قلنا 6 جنيه، والمسكوف يا فين الابيض؟ الابيض العادي، لا حول الله يا رب، اهو العادي بقى 9 جنيه ونص، فراخ بايض عادية ب 9 جنيه ونص، الرومي اهو بسم الله ما شاء الله اللي كان حاجز الروم وعايز الروم. يلا صلى عشان البطة دي متنك علينا أوي، ازاي واقفة واقفة في الجامعة، تكون واقفة في البلكونة. الابيض بكام؟ بتسعة جنيه ونص، ابيض بتسعة ونص، بتسعة جنيه ونص، مش عارفين نظبط الشغل يعني، يبقى الديوك بعشرة ونص، والابيض العادي بتسعة ونص، بقى حاجة رفع الأسعار، رفع عشان العلف نزل شوية، فالدنيا إيه؟ شدت جامد تاني، شدت أوي أوي يعني، ربنا يصلح الحال يا رب كده. مسكوف أهو بسم الله ما شاء الله عامل 16 جنيه. الأسعار اللي موجودة، الحاجة اللي موجودة من هنا موجودة في المنزلة إن شاء الله. المنزلة الفرع بتاع المنزلة شارع الرياح، أول شارع فرن أم أمير، أمام حضانة جيل العظماء، ده فرع المنزلة، مسؤول عن فرع المنزلة الأستاذ محمد عبد السميع، محمد عبد السميع يا جماعة. ماشي، وفرع الجمالية، الجمالية ده ليه؟ أمام مدخل حي البستان. أهو. بجوار الشلخان. يلا شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حاجة يا جماعة في سمان، اتكلم يا حاج، في سمان يا جماعة، السمان بأربعة جنيه، السمان بأربعة جنيه، السمان بأربعة جنيه تقريبا، كل حاجة موجودة ما عدا الفيوم، كل حاجة موجودة ما عدا الفيومي. الرومي بعشرين جنيه، الرومي بعشرين جنيه، بعشرين جنيه. أي حد ليه أي سؤال أو أي حاجة؟ يلا شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.